احنا النهارده ان شاء الله يا جماعه طبعا هنكمل الدرس اللي احنا قلنا يعتبر سهل جدا لحضراتكم، اللي هو عباره عن درس السيليستيال بودز. قلنا السيليستيال بودز ده اللي احنا اخدناه حصه كانت يوم الخميس، اللي هي عباره عن اني بادي ريفولف او سويم اون ذا سبيس. طبعا يا جماعه اللي احنا قسمناه اللي احنا قلنا ممكن يبقى ستارز او بلانتس او مونز او روكي او جازيز ماتيريال. طبعا حصه النهارده يا جماعه احنا هنكمل فيها او هنبني فيها على المره اللي فاتت. بدأنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الستار ويتش ايميت هيدن لايت، اتكلمنا عن اللايت رير وكيفية استخدامها طبعا في حساب المسائل يا اما ملتبلاي يا اما ديفايد. وقلنا يا شباب ان لو تفتكر اليونيفيرس بتاعنا قلنا بيتكون من جالاكسيز، والجالاكسيز دي عبارة عن البيجر يونت اوف يونيفيرس اند ات كونتين ا كولكشن اوف ستارز. طبعا تعالى كده بالراحه، الجالاكسي بتاعتنا اسمها ميلكي واي جالاكسي، وقلنا يا شباب اللي هي يا اما اسمها ميلكي واي بيكوز ات لوك لايك ذا سبيلد ميلك او شو او واي اوف شوبد ايه هي اللي هو عباره عن السبلاشنج سترو. وضحنا قلنا السولار سيستم اللي وقفنا عنده لو تفتكروا، اخذنا منه ثلاثه المره اللي فاتت اللي هم مين ومين ومين؟ الصن والبلانت والمون. النهارده هنكمل الباقي. ملحوظة للمرة المليون، أي حد ما بعتش واجبه امبارح هيبقى غياب. حدش يفتح المايك يقول لي أنا بعتت النهاردة، حدش يفتح المايك يقول لي يا مستر شفت واجبي ولا لأ. دي ملحوظة للمرة الثمانية مليون، المفروض الناس بقى تكون اتعلمت. يبقى تاني كده يا جماعة بالراحة، أنت حضرتك أخدت المرة اللي فاتت الصن، أخدنا البلانت، أخدنا المون، يبقى انا فاضل لي النهارده يا جماعه الاسترويدز تمام والنيوترز والميترايتس والكوميتس. زي ما قلت وعدت لحضرتك 100 مليون مره، الدرس ده اساسا جاي لنا كده يا جماعه سائط من منهج الايه؟ هل ساينس؟ دراسات، دراسات صرف بمعنى اصح. طيب تعالى كده بالراحه الاسترويدز، تعالى كده نشوف الحقيقه العلميه او ما يقال عنه ان هو ممكن تبقى اسطوره. الاسطورة بتقول ايه يا جماعة؟ بتقول ان كان في بلانت. مستر حضرتك صوتك بيقطع. الاسطورة يا جماعة بتقول ان كان في بلانت، البلانت ده يا جماعة ما بين مارس وجوبيتر. تاني يبقى انا عندي بلانت كان موجود ما بين مارس وجوبيتر. البلانت ده يا جماعة اتعرض، الصوت كده كويس يا جماعة؟ ايوه يا جماعة، اللي عنده الصوت بيقطع ده ممكن يكون من النت اللي عنده، لو يهدى دقيقة أو 10 ثواني هيتعدل. فلو سمحتم لو بقى فضل فترة طويلة اعمل اخرج وارجع تاني. تاني؟ لا إله إلا الله. يبقى احنا كده يا جماعة بنتكلم عن حاجة اسمها الأسترويدز أو الكويكبات، دي كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن بلانت ما بين مارس وجوبيتر. البلانت ده يا جماعه كان يقال ان هو اكبر من مارس واصغر من جوبيتر. طيب ماله؟ نتيجه لتعرض لانفجارات فيه، لان هو كان بيجمع ما بين الصفتين من بره روكس ومن جوه جازيوس، الغازات التهبت فادت لانفجاره. فلما انفجرت راحت عامله اللي احنا بنقوله عليه بقى اللي هو استرويد واندرد بيلت، حزام الكويكبات اللي انت اخدته في الدراسات. يبقى لو جيت قلت لك حزام الكويكبات ده جه منين؟ اللي في النص ده اهوت جه من بلانت كان موجود، الكلام ده مش عليك، جه من بلانت كان موجود، كوكب كان موجود انفجر فكون لي صخور حجمها المنظر اللي قدامك ده. ممكن تبقى صخور كبيره في الحجم، ممكن تبقى صخور صغيره في الايه؟ في الحجم. انا هوري سيادتك شكل 3 دي للموضوع. طبعا ما حدش صور الموضوع ده او وصل ليه، ده هو عباره عن شيء تخيلي. ويا ريت الناس تبقى فاهمه يعني ايه imagined way. كلمه imagined يعني كانه مش موجود، لا موجود بس احنا بنتخيل شكله عامل ازاي. فانا كده هوري لحضرتك دلوقتي اهو الاسترويد، الاسترويد واندر ذا بيلت زي هو موجود. معلش انا في كفاءه الفيديو قليله شويه، هتلاقي ان في مثلا اللي انا مشاور عليها دي لارج ولا سمول؟ لارج. طب اللي انا مشاور عليها ده هيت سمول، يبقى في لارج روك وسمول روك. اللارج روكس والسمول روكس دول يا جماعه، كل الروكس دي يا جماعه ايه اللي حصل لها؟ قلنا جايه من ايه؟ من بلانت انفجر. انا بحاول اوضح لك الموضوع بشكل مبسط.
طيب يبقى انا كده يا جماعه لو جيت قلت لك الواندر دي بيلد اوف استرويدز ده، حد يقول لي ده عباره عن ايه؟ عباره عن روكس موجوده فين وفين؟ ما بين مين وبين مين؟ بين الانر بلانت والاوتر بلانت، الانر والاوتر. وانت قافل المايك ممكن في البيت تجاوب معايا. يبقى ما بين الانر بلانت والاوتر بلانت، ده اسمه واندر دي بيلد اوف استرويد. واندر دي بيلد اوف استرويدز. طب الاسترويدز دي يا شباب هل كلها قد بعض؟ طبعا لا. طب بتعوم فين او مكانها فين؟ مكانها ما بين الانر والاوتر بلانت في البيلت ده. كلمه بيلت يعني حزام، اللي انت اخذته بالعربي اسمه حزام الكويكبات. يبقى ملخص اول حاجه، استرويدز زي ار روكي سبيس بادز ار ديفرنت ان سايز، اللي احنا قلنا فيها سمول وفيها ايه؟ لارج. Most of them rotate in the region of belt of wonder of asteroid. هو يا مستر يعني ايه belt of wonder of asteroid؟ اللي احنا قلنا اسمه حزام الايه؟ الكويكبات، اللي هو الشطاطير بقى يقولوا لنا ها موجود فين؟ ما بين الانر بلانت والاوتر بلانت. حاجه صعبه كده يا جماعه؟ طيب ركز بقى. المشكله بقى يا جماعه في اللي جاي، ايه هي اللي جاي؟ ان الصخور الكبيره والصغيره دي قال لك يا جماعه مش ماشيه باي ذا افكت اوف جرافيتي لوك لايك ذا اذر بلانت، بالبلدي كده مش ماشيه زي باقي الكواكب بتاثير جاذبيه الشمس اللي هو حركه كامله. يعني ايه حركه كامله؟ اللي هو ممكن بالبلدي كده حد منهم يتعبط ويمشي راندوملي. حد يعرف يعني ايه راندوملي؟ عشوائي، اللي هو حضرتك مش ايه مش ماشي بالظبط زي باقي الكواكب. يعني هل الارث يا جماعه ممكن تيجي يمين شويه؟ هل تيجي شمال شويه؟ طبعا لا. لكن ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا جماعه ده ممكن الحتت الكبيره او الحتت الصغيره دي تطير في الجو بقى يا جماعه وتبدا تمشي. طب يا مستر هي لما تبدا تمشي يا مستر تعمل ايه حضرتك؟ قال لك يا جماعه ممكن توصل للكوكب اللي انا بشاور عليه ده، اللي هو انا شاورت عليه باللون الاصفر. مين شاطر يرفع ايديه في الاونلاين ويقول لي ايه الاكس الصفراء دي؟ ارث. هو كده انت رفعت ايديك يا محمد؟ نعم. طبعا يا جماعه الارث اللي هو عباره عن الترتيب بتاعه ايه؟ الثالث. طيب السؤال الثاني، هي الكواكب دي او الكويكبات الصغيره دي لو جت عندي يا اما حجم صغير منها يا اما حجم كبير. طب ركز بقى، مين شاطر يفكر؟ هو الحجم الصغير ده يا جماعه اللي هو حضرتك هيجي ويحصل له بيرن كومبليتلي، يعني يتحرق كليا. اما الكبير ده اتبيرن بارشلي. تعرف دي يا عبد الرحمن يا هشام مقدمه لايه؟ حدوث اضرار كبيره في الارض؟ لا. كارما تعرفي؟ تمام. نادين؟ نازك وشهم. برافو، اكسلنت يا نادين. ان يا جماعه الصخره الصغيره دي لما هتوصل للايرث بلانت، ركز عشان تبقى عارف انت جاي منين. الصخره الصغنونه دي لما هتيجي تدخل هنا اهوت، هل هينفع تدخل؟ هيحصل لها هنا اهوت فريكشن فورس. ولو جيت سالت يا جماعه نادين لمره ثانيه، فريكشن فورس تحول ايه لايه يا نادين؟ الفريكشن فورس الهيت انرجي، كاينتيك انرجي انتو هيت انرجي. فالصخره دي ممكن يحصل لها بيرن، تتحرق. ولو اتحرقت يا جماعه بما ان حجمها صغير تتحرق حرقان بارشلي ولا كومبليتلي؟ ها؟ كومبليتلي. شكرا. طيب يبقى انا لحد دلوقتي بتكلم على الصخره الصغنونه، لما هتتحرق حرق كلي، ده اللي يعمل مين فيهم يا اسور؟ الشهب يا مستر. الشهب، تمام، اللي هي اسمها بالانجلش ميوترز. يبقى انت كده لحد دلوقتي ركز، انت اخذت، بص كده اهو، يلا بينا، اخذنا الاسترويدز وبدانا نتكلم في مين؟ في الميوترز اللي هي الشهب. الشهب عباره عن ايه؟ عباره عن صخره صغيره هربت من الاسترويد واندرر بيلد اوف استرويدز اللي هو حزام الكويكبات، وصلت للاتموسفير عملت فريكشن، فالفريكشن ده لما حصل كونت هيت فحصل لها بيرن اب كومبليتلي. حد يعرف من الدراسات ابيرنس سكاي بتظهر في الشمع في السماء على شكل؟ شهم ضوئيه، بس مش عارف ازاي اقولها بالانجلش. شهم ضوئيه. كل اللي فتح المايك ده يعاب عليه بعد اذنكم يا جماعه، اعمل ريس هاند. هتبان يا جماعه في السماء، هتبان في السماء على شكل سهام ضوئيه. يبقى
لما أبدأ تعريف الميوترز اللي هي الشهب, they are small rocky masses which burn up, هقول completely ولا partially؟ completely, بتتحرق كليا as the result of friction with atmospheric air and can be seen as luminous arrow. يعني يا مستر luminous arrow يعني سهام ضوئية أو نارية. طب نشوف الموضوع ده جماعة عشان الناس تصحصح معانا. meters اهي, أنا آسف عايز من حضرتك تركز. الكلام ده اللي انت شايفه ده يا جماعة تصوير فعلي. حضرتك بص كده هتلاقي خط منور في السماء لحظة كده, ركز في السكاي اللي موجودة قدامك. ها شايف؟ شايف اللي طالع ده هنا؟ دور عليه بالناحية دي, الناحية دي اهو. يبقى انت حضرتك محتاج تركز سنة. بص اهو, يبقى سهم كده جماعة صغير in the space which look like the luminous arrow, يعني سهام ضوئية which appear in the sky due to it here it have the burn completely. شوف واحد تاني. شايف؟ جه الناحية دي اهو هنا. مش 3D, يعني مش زي الاسترويد واندرر بيلت يا جماعه, موضوع حقيقي. انا بوريك صوره حقيقيه للي بيحصل ان ذا سبيس. تمام كده يا جماعه؟ حاجه صعبه يا شباب؟ طيب نكمل. ايوه اتفضل. اكتر من واحد ده بيبقى كميه كبيره خالص من الصخور اللي بتهاجم الارض يوميا. تمام مستر؟ ايوه مستر. هو ليه طيب مش بتروح على اي كوكب غير الارث؟ تاني كده ايه؟ ليه مش بتروح لاي كوكب غير الارث؟ حد واخد من الكلام اللي بنوه قال ايه تاني كده يا عم خم؟ ليه يا مستر مش ليه النيازك والشهب مش بيروح هو غير كوكب غير الارض؟ ايوه ما هو اكيد بيروحوا لكواكب تانية غير الارض, هو بيظهر لهم تاثيرنا احنا عشان احنا ملاحظينهم, لكن هناك ما طبعا ما هنلاحظهم ازاي واحنا هناك. تمام. ركز كده يا جماعه. طبعا يا شباب زي ار سمولي روكي ماسز which burn up completely which fall within the atmosphere and the earth as a result of the heat, بسبب الحراره اللي كونها الفريكشن طبعا يا جماعه والزئير. طبعا يا جماعه appear in the sky as luminous arrow اللي هي بتبان زي ما انت شفتها بعينيك, مش محتاج لها تلسكوب ولا حاجه لانها وصلت ليك. طبعا ده الشكل الفعلي بتاعه يا جماعه في السماء, في السماء مش في الارض. يلا بينا كده احنا خلصنا الصخره الصغننه. مين شاطر يحاول يحكي لنا الصخره بقى الكبيره؟ الصخره الكبيره هتعمل ايه؟ اتفضل يا ناخده اخر شخص رافع ايديه. طب هنا الخيوط, اتفضلي يا هنا, قصدي اول, اتفضلي يا هنا. ايوه يا مستر. هيا هنون, ايه اللي هيحصل؟ ديت اسمها النيازك. تمام النيازك, انا طبعا بعتبر ان احنا اهو ماشي. هل هتعدي؟ هيحصل لها برن اكيد, بس المره دي برن ايه بقى؟ نصفي. برن بارشلي مش نصفي, برن بارشلي. يعني هيتبقى حته ولا مش هيتبقى حته يا استاذه؟ هيتبقى. تمام, الحته دي بقى ممكن توصل لمين بقى؟ للارث. للإيرث. تمام, توصل للإيرث بلانت. فاهمين يا جماعة؟ يبقى تاني عشان نبقوا فاهمين. زي ما قالت زميلتنا المرة دي بقى الميتورايتس اللي هي النيازك, لا ده حاجة تانية. ده الميتورايتس يا جماعة ده عبارة عن قطع كبيرة, صخور كبيرة بقى المرة دي نيازك, وهي بتعدي لما حصل لها الفريكشن. هي عشان حجمها كبير أهو زي ده كده, هي عشان حجمها كبير إيه اللي حصل؟ ده انا عملت بيرن يا جماعه بارشلي. يعني ايه بارشلي؟
ان الفريكشن لما حصل والهيت انرجي لما حصلت اللي هي عملت الفريكشن بدات تحرق الاجزاء اللي هي الخارجيه منها بس. فتخيل كده يا جماعه اهو الجومه اهي مشت، ايه اللي حصل؟ هل اتحرق كله؟ فضلت منه الحته، الحته دي بقى اللي هتنزل علينا على الارض. يبقى بشكل ملخص دي عباره عن لارج روك، المره دي بقى دي ار لارج روكس ماسز. مالها ذات؟ اكتب هنا كومبليتلي ولا بارشلي المره دي؟ بارشلي. بارشلي يعني جزئي. افتر طبعا وازاي ايه بينيتريت ذا اتموسفير تو ذا ايرث، الريميننج بقى يا جماعه يا لهوي هتعمل هول فتحه. تعالى كده اوري لحضرتك الميترايت. الميترايت ميترز ميترز لا الميترايت بره هنا اهو، تعالى نجيبوه هنا. ادي الميترايت. بص حضرتك شايف ال 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 الكتكوت اللي نازل من فوق ده؟ شايفه حضرتك؟ طبعا انت مش متخيل المنظر، عباره عن كتله صخريه ضخمه. تخيل كده يا جماعه حاجه كبيره، روك كبيره جايه من السبيس، يا لهوي. وانت باصص لها كده مساء الخير نازله لك من فوق يا جماعه. طبعا تعالى كده اقول لحضرتك بس معلومه، ان اللي انا هشوفه دلوقتي ده اللي هو المنظر ده، ده الهول اللي بتعملها في الارض، وده عباره عن اكبر ميترايت وصل لساوث افريكا اللي هي جنوب افريقيا، تقله 80 طن. تعالى كده اقول لك الطن الواحد. الطن الواحد بيبقى فيه تقريبا 20 شكاره سمنت، 20 شكاره اسمنت في 80 يعني 1600 سمنت جار اللي هي عباره عن 1600 شكاره اسمنت. دي بتحتاج يا جماعه عشان تتنقل حضرتك ما يقارب من 5 عربيات نقل. عارفين عربيات النقل الكبيره خالص؟ تخيل بقى 5 أو 6 عربيات نقل يا حلولي نازلين لك من الفضاء كده يا جماعه تريك. بالبلدي مثلا نقولوا عماره مثلا 11 دور او 10 ادوار نازله لك من السماء هوب على الارض. فالميترايت يا جماعه اما نزلت طبعا عملت لنا او بتعمل اللارج هول. طبعا من حكمه ربنا سبحانه وتعالى وده تخفيف العذاب، ان هي لما بتنزل هل قدامك في ناس ساكنين في المناطق دي؟ طبعا لا، الحمد لله ان هي بتنزل في اماكن يا جماعه تعتبر مالها رير، نائيه ما فيهاش حد ساكن، صحراء، غابه، مش عارف ايه، الحمد لله يعني. لان لو نزلت في منطقه يا جماعه فيها سكان مع السلامه، لان تخيل الكتله الصخريه دي كلها نازله على بيت، هل البيت هيفضل سليم؟ طبعا لا، ده البيت هيندك بمعنى اصح. طبعا يا شباب تعريف الايه الميترايت سهل، اللي هو ار لارج روكي ماسز ذات دونت بيرن اب كومبليتلي زي ما قلنا، وين زي بينتريت ذا اتموسفير اوف ذا ايرث ذا ريميننج اوف ذم وذاوت بيرنينج هينزلوا على الايرث سيرفيس، وزي ما قلنا هيعملوا لارج هول. والمثال بتاعنا اللي نزل في ساوث افريكا اللي هو عباره عن 80 طن اللي احنا قلنا زي تقريبا 1600 شكاره ايه؟ اسمنت. يا حبي ده اكبر واحد وصل للارض، الحاجات الثانيه بتبقى كبيره. ايه؟ ما هو ده عشان صوره صغنونه انا جايبها من ملزمه، لكن بص ادي الصوره الحقيقيه اهو. صغير ما هو تقيل بقى يا صاحبي. مش طوبه مثلا زي اللي في الشارع، طبعا هتبقى حاجه تقيله خالص. هي اتفضل. هو اللي ازاي كان بيصور الميترز؟ الميترز كان عاش يا مستر، ازاي عاش اصلا من النيزك نازل عليه من جنبه؟ في حاجه اسمها باي لك، ان انا كنت ممكن ابقى ماشي في الشارع بصورك، ففي الفتره دي نزل نيزك، فاهمني يا حبي؟ تمام، يعني دي بتبقى باي لك يعني. طيب قبل ما ناخد الكومنتس عشان هي الوحيده بعد مجموعه من الاسئله العلميه الجميله نكمل يا جماعه كده. طبعا ست الكل اللي في النص اسمها صن، تفكروا الازرق ده اللي هو ايرث، الكتكوت الاصفر مون. تمام، وده طبعا التطور الحقيقي للحاجه الساقعه، ان الصن في النص حواليها مين؟ البلانت، وبيلف حوالين البلانت مون. في واحد بقى يا جماعه مخاصمهم، يعني ايه مخاصمهم؟ مش ماشي معاهم. يا ابني تعالى، لا مش ماشي. يا حبيبي يا اياد ذاكر، يا اياد لا مش ذاكر معاكم، انا لازم اذاكر لوحدي. طيب يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ طبعا قال لك المنظر ده
هل الكتكوت الاحمر ده معانا؟ الكتكوت الاحمر ده لا ماشي زي البلانت ولا ماشي زي المون صح؟ لكن هو برضو ماشي حوالين مين؟ الصن، بس واخد اوفال اوربت بمزاجه. فاهمين يا جماعه؟ واخد اوفال اوربت بمزاجه. ايوه انا همشي لوحدي كده وانتم مالكوش دعوه بيا. فاهمين يا جماعه؟ طب ايوه يا مستر، هو مين الكتكوت ده الجديد ده؟ ده عباره عن يا جماعه بطل الحلقه او الجزء الاخير، الحلقه الاخيره، عباره عن حاجه اسمها كوميت. اسمه ايه؟ كوميت. كوميت بالعربي يا جماعه ما يسمى بكلمه مذنب. ده عباره عن ايه؟ عباره عن نوع من انواع الماتيريالز which rotate around the sun. بس هن سمول ولا لارج؟ ها ده سمول ولا لارج؟ لارج 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 اليبتيكال اوربت، يعني برضه مدار بيضاوي بس كبير شويه. ده لدرجه ان هو من كبير بيقطع الاوربتس بتاعت البلانت الثانيين. فاهمين يا جماعه؟ يبقى الكوميت تاني، الكوميت تاني هل ماشي زي باقي البلانت؟ لا، ده واخد اليبتيكال اوربت ليه لوحده. طيب يا مستر ماشي عامل ازاي؟ باشا اللي هو حضرتك بيبقى رمزه او شكله عامل كده. العلماء قال لك بيقسموه ليه هيد، ليه راس، وليه تيل. هيد يعني ايه؟ راس، وتيل يعني، قال لك التيل ده ما هو الا عباره عن جازيوس كلاود، يعني عباره عن سحابه غازيه مسحوبه منه كده وهو بيمشي، زي بالظبط الطياره اللي بتطلع دخان، عارفينها؟ بتبقى ماشيه يا جماعه في الجو وسايبه وراها ديل كده. هل الديل ده موجود في الحقيقه؟ لا، بعد شويه الهواء هيزقه هيطيره. طب الهيد يا مستر؟ قال لك لا، دي باشا بقى الهيد كوكتيل. عندك اول حاجه سوليديفايد جازز، وبالله عليك ركز عشان الجازز دي بيطلبوها في الامتحان. N2 ده رمز نيتروجين. تمام. CO2 اللي هو كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد جاز. تمام. والميثان، دول عبارة عن الثلاث غازات يا جماعة اللي موجودين في الراس بتاعة الكوميت. اه، يبقى الكوميت يا جماعة تاني بيتكون من راس ومن ديل. الراس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيرتيفايد جازز، وعبارة عن دست تراب، وعبارة عن ايس، كوكتيل، كوكتيل من الحاجات. طب حضرتك انا لازم ابقى عارف ايه؟ تعرفها. They are masses of rocks, ice, solidified gases around the sun. بص كده. Elongated elliptical orbit. حد يعرف يعني ايه elongated elliptical orbit؟ عبارة عن مدارات بيضاوية صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. كبيرة. Intersect with the orbits of planets. يعني بتتقاطع مع مدارات الايه؟ الكواكب التانية. أنا آسف، حصة النهاردة غلسة شوية. كلها حفظ. طيب مستر، بيبقى فيه ايه؟ بيتكون من مكانين، هيد وتيل. تاني كده، هيد وتيل. التيل زي ما قلنا جازيوس كلاود، الهيد فيها طبعا سوليديفايد جازيوس زي نيتروجين، كربون دايوكسيد، ميثان. بالله عليك صحصح معانا، بالله عليك صحصح معانا. بص الفيديو ده وركز. الفيديو يا جماعة بيتكلم عن كوميت اسمه هالي كوميت. اكتبوا اسمائهم على الملازم. الله يبارك، الله يبارك. وبيس لو تقدروا في الاخر خالص تفسروا الملزمه وانتوا بتصححوها بنت عن ولد، يبقى شكلين. اه يعني هم 50 ملزمه مثلا، 25 بنت 25 ماشي، عشان دي بتبقى حيره جوه. هم دلوقتي بص يا جماعه لو سمحت، ده هالي كوميت اسم العالم اللي اكتشف يا جماعه اول كوميت. ده بيظهر للايرث كل 76 يير. قول كده تاني الرقم 76. تاني كده
76 ده اخر رقم يا جماعه للايه للدرس ده. 76 يعني كل 76 سنه. طبعا يا جماعه الكوميت ده اخر مره يظهر تقريبا سنه 86 تقريبا يعني، وهيظهر تاني لو جمعت الاثنين مع بعض هتعرف ان هو تقريبا سنه 2000 حاجه و20 2000 حاجه و60 تقريبا 62. بص كده عليه. Halley is the most famous comet captured by Jupiter into a short period orbit 200,000 years ago. Since then, Halley has returned to our skies on average once every. يلا بينا. ايه اللي قدام ده؟ ايه اللي فوق ده؟ هيد. وايه اللي ورا ده؟ تيل. بتبقى عباره عن جازيس كلاود، والهيد اللي احنا قلنا عليها فيها ايس وروك وداست، وبيبقى فيها سوليديفايد جازيس زي ثلاثه، ايه هم؟ نيتروجين، كربون دايوكسيد جاز، وميثان. بيظهر كل 76 ايه يير. اخر مره ظهر سنه 86، هيظهر تاني سنه 2062. يعني مثلا انتوا مواليد كام؟ 2000 وكام؟ 2009، نقول 2010 مثلا. هيظهر وانتوا تمام 8 9 10 ماشي، هيظهر تقريبا وانتوا عندكم 52 53 سنه، اللي هو وانت قاعد بقى اياد مع احفادك. بصوا يا اولاد، اللي في الشمع ده اسمه هالي كوميت، انا اخدته مع مستر عمرو وانا في اولى ابتدائي اولى اعدادي ماشي، فاكر يعني. 26 years. Halley's brings it from beyond the orbit of Neptune when farthest from the. ها المدارات الصغيره دي بلانت صح؟ الكبير بقى الضخم ده هيبقى مين؟ اللي هو الكوميت اللي احنا قلنا بيبقى في لونج اليبتيكال اوربت انترسكت وذ انذر ايه بلانت. To within the orbit of Venus when closest to the sun. عيد تاني الشكل بتاعه. At its last appearance. بص كده حضرتك، ادي الصن وادي البلانت. بص الكوميت، بص بدماغه لوحده الليبتيكال اوربت لوحده مش مع الباقيين، انا مش ماشي معاكم. والله هو كده زي ما بقول لك، مثلا ذاكر زي زمايلك تقول لي لا انا هذاكر لوحدي عادي، هو دماغه. يبقى يا جماعه تاني افتح ملزمتك كده يا شباب لو سمحت. مستر، هو بيبقى واحد بس ولا كتير؟ اللي احنا عارفينه واحد بس. التيل، انا ما راجعتش الغايبين والله. طب ثانيه واحده. التيل اللي هو عباره عن جازيوس كلاود، والهيد عندنا سوليديفايد جازيوس زي الكربون دايوكسيد جاز والنيتروجين والميثان، روكي بارس داست ووتر موليكيول. اسم الكوميت بتاعنا هالي بيبان 76 يير، لو تزود اخر مره ظهر سنه 86 وهيظهر تاني ان شاء الله سنه 62. ساعتها بقى وانت بتشوفه هيبقى عندك 50 سنه. لو انا كنت عايش قول لي يا مستر ده انا شفت الكوميت، لو انا كنت توفيت بقى بترحم عليا كده وقول لي الله يرحمك يا مستر عمرو علمتنا حاجات ياما وعرفتنا بالامتحانات والشيتات والمراجعات. افتح كده يا جماعه لو سمحت. انت ماشي في اليونان تكتب كلمه واحده بس اللي هي كلمه ايه؟ سيف 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 سيف. يلا بينا يا جماعه البارت الجديد. طبعا ما هو الا كلمه سيف هتتكرر. طبعا تعريف الاسترويدز والبيلت اوف وندر استرويدز، الميوترز والجيف ريزون، الميوترايت والوات هابن، ورقم الايه الميوترايت اللي نزل في ساوثرن ويست، والكوميت وتركيبها. وشكرا. واحنا زودنا كمان ظهر امتى؟ تمام كويس. نفتح كده يا جماعه الهوم ورك انسر اوف ميدل 1. مستر النهارده هنراجع الموشن صح؟ يا حبي؟ هنراجع النهارده الموشن بس. هنراجع النهارده الايه؟ الموشن بس ولا البتاع اللي بعديه ده؟ ده ربنا يكون في عوننا بقى، احنا شغالين بقى مراجعه في كله. يا مستر الواجب ماشي. ايوه هنراجع كله.
طب ثانية واحدة بس. answer of middle 3, answer of middle 2, answer of middle 2, model answer of middle 3, answer of middle 1, part 1, second, third, answer of middle 2, then she said. احنا كنا حالين يا جماعه الكومبليت صح؟ يلا بينا لتشوز اللي هيشارك معانا يا جماعه اعمل ريز هاند. احنا ليله الواجبات جميله خالص. يلا كده ساره اول واحده اللي يحل يحل اثنين بقى يا جماعه عشان ننجز. ريليتيف وزيرو. ريليتيف ولما تو كار يمشوا بنفس الدايركشن نفس السبيد يبقى زيرو. تمام. محمد خالد اوامر موف باك ات موف باكورد. شكرا يا محمد. اقفل المايك. يلا يا رودي سامبل بندلم وبندلم ريبيت. تاني كده يا رودي. سمبل بندلم. سمبل بندلم. والموشن از ريجلري ريبيتد. والموشن از ريجلري ريبيتد. تمام. نادين بس دولت اللي حلين يا جماعه من الجروب كله؟ يعني 40 واحد في الجروب. هما بس اللي حلين ثلاثه؟ طيب ماشي نخلوا الاسئله كمان يا جماعه بالغياب بعد كده. اتفضلي يا نادين. هتكون يا مستر فايبريشنال. وتاني واحدة تكون سيركيولر. سيركيولر. تمام. يلا يا مروان يا أزاز. تمام. اتفضل يا اياد. طب حل يا حبيبي كل دوت بريدك ما عدا مين؟ غلط. الترين السان فلاور بتيجي يمين وشمال زي السمبل بندلم. All of the following motion are regularly repeated in equal period of time except. حبيب قلبي هو اللي بيحل ترانزيشنال موشن. حل يا عمر. all of the following reverse of sound wave ما عدا. ناس ما حلتش. travels through free space. كارما. sound waves are produced due to vibration of medium particles. number 12. اتفضلي يا استاذه كنزي. mechanical wave are characterized by نمبر دي اللي سبيد بتاعتها اسرع من الالكترومغنيتيك ويف. طبعا لا سي بس. يلا يا سلمى. نوت از ان اكزامبل اوف ميكانيكال. غلط. ووتر. الووتر والساوند. وي سي لايتنينج بيفور وي هيرينج ثاندر. اللي هي ساره. ذا فيلوسيتي اوف لايت از ماتش جريتر ذان ذا ساوند. اللايت ات ماتش جريتر ذان. Right scientific term. It is a change of object position. هتبقى motion. Translational motion. An object position change as time passes to from its initial to the final. يبقى translational motion. Regularly repeated equal period in time يبقى periodic. Symbol يبقى vibrational. Around يبقى circular. One place to another by which sound and light يبقى wave. ميكانيكال صح. الاولانيه ميكانيكال ويف. ثانيه ميكانيكال ويف. بعد كده هيبقى الكتروماجنتيك. والكتروماجنتيك
ممكن عشان فيها بس بتبقى مكتوبه كامله بقى في الامتحان اللي هو فريم اوف ريفرنس. ساره طايع، يلا يا ساره. ترانزيشنال موشن because its position is changed from initial position to final. تمام، يبقى لازم اكتب initial وفاينل. نادين هتكون يا مستر تاني واحدة because its motion is regularly repeated equal period of time. Equal period of time. أو بس لو أحمد آيفون ده يبطل لعب على الشاشة وكده وإيه ويركز في الإيه في الحصة بتاعته. أحمد آيفون ده أحمد عيد. ماشي. طبعا اللي بعديها نفس التعريف. اللي بعديها يا جماعة لأن هي من initial to final not repeated regularly at equal period of time. طبعا ده هقول لأن هو electromagnetic بيقدر يمشي في الفري سبيس، لكن الثاني ميكانيكال نيد ميديوم، ودي طبعا الغلطه اللي هتبقى في الامتحان اللي جاي اللي هو الناس ما تذكرش نوع الويف. خد بالك الثانيه اللي بعديها نفس الكلام لان الساوند از ميكانيكال نيد ميديوم. What is meant by سهلة؟ Give an example. هو ينفع number five اكتبها because sound from mechanical waves that don't travel through free space. ما فيش مشكلة. الثانية الموشن الثانية اوب 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 11. اتفضلي يا كرم. The example of electromagnetic wave, infrared, ultraviolet, gamma. Thunder sound is from a mechanical. اديني دقيقة بقى يا جماعة ارجع لك الهوم ورك ده بسرعة. Lightning electromagnetic. We see lightning before the speed of sound is less than or slower than. Light waves spread in all medium and free space. 3 × 10⁸. Violin and guitar stringed. While. مستر هو حضرتك أنا كاتبة في number 430 مليون، تنفع؟ مفيش مشكلة بس الأرقام دي ممكن تلخبط اللي بيصحح إن هو هيقعد يعدلك الزيروس فهو ممكن يغلط. لا أنا كتبها 30 مليون بالحروف. لا خليكي بالرقم ده اللي هو معروف 3 times 10 to the power 8. تمام. الريد بايب ويل لوت لا فلوت. فروم ذا بنيوماتيك. Night vision يبقى infrared while visible light rays. Ultraviolet rays while X. Infrared rays عشان عندها heat effect. Application for X-ray طبعا photographing bone or photographing or discovering the mineral error. Use the N photographic camera وTV camera ولايت شو. حضرتك المفروض ده نمبر 7 تبقى بدل الاكس ريز تبقى جاما ريز. اه discovering swelling. تمام. remote sensing infrared. اللي تشوف سريعا كده يا جماعه اول واحده
B الثانية A الثالثة C الرابعة D الخامسة C السادسة A السابعة فايف فوتوغرافينج بون تمام الاسترلايزنج اللي هي الالترا فايت ار يوزد ان ميديكال بيربوس تو تريتمنت زي جاما ريز ابلكيشن اوف الترا فايلوت استرلايزنج سيت visible light in all of the following application except night vision electromagnetic in medical purpose to treat the بقى جاما ال give reason سهله عشان عندها heat effect عشان بتقتل الايه الميكروب as he can or to discover the fracture will broken عشان اعرف البورز والكراكس والايرورز جاما ريز ميديكال تو كيل تريتمنت سويلنج تيمورز اللي هي الاورام كده يا جماعه يبقى فاضل لنا على الاقل طبعا الجزء اللي فاضل اللي هو الايه الامبورتنس هتبقى سهله ان شاء الله اللي هو يلا بينا كده بسرعه كده سريعا ميديكال اكزامينينج عندنا ساوند اللي هي الترا ساوند ويفز ميكانيكال ويفز برضو ميكانيكال ويف طبعا الكلام اللي فوق برضو ما انا ممكن اقول اكس راي انا برضو ميديكال اكزامينر ريموت سنسنج هيبقى اول واحده هتكون اكس راي ولا انترا فايل ينفع الاثنين اول واحده ميديكال اكزامينج اللي هو ان انا بعرف الحاجه سليمه ولا بايظه اللي هو الفحص الطبي ميكانيكال ويف ميكانيكال الترا ساوند making remote self control IR sterilizing UV photographing bone X examining X treatment discovering gamma communication هيبقى IR photographing camera visible television visible photographing visible يبقى جماعة احنا فضل لنا بقى الليسون اللي بعده ده اللي معاك تو بارتس برضه حضرتك تقدر تحل على قد ما تقدر عشان تحاول نراجعه. طبعا احنا معانا الاسبوع ده يا جماعه حصتين لسه